أنا بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي لحضور العرض العسكري لحفل لقاء خريجي أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية من الدول الشقيقة والصديقة الذي أقيم بكلية عيسى العسكرية الملكية مساء أمس بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وذلك بمناسبة استضافة قوة دفاع البحرين لهم. نستأذن سموكم ببدء العرض. صيد وبعد استعراض حرس الشرف جرى استعراض الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الداخلية، كما طبق فصيل من الحرس الملكي مجموعة من الحركات الصامتة، وتابع الحاضرون استعراضا موسيقيا للفرقة العسكرية الموسيقية التابعة لقوة دفاع البحرين، تلاها استعراض لكوكبة من خيالة الحرس الملكي إلى جانب عدد من العروض التشويقية. وبهذه المناسبة أشاد سمو قائد الحرس الملكي بمسيرة التطور والدور البارز الذي تطلع به أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في مجال إعداد الضباط وصقلهم بالعلم والمعرفة لتواكب التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي في مختلف العلوم العسكرية. حضر الحفلة عدد من أصحاب السمو وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وخريجو أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بقوة دفاع البحرين.